وصلنا إلى تفسير التكاثر، سورة التكاثر. ذكرنا من قبل ما يتعلق بالبسملة. قال الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر، أي أن الإنسان يشتغل بأشياء تلهيه عما خلق لأجله. خلق الله الخلق ليعبده، لم تخلق للأكل ولا للشرب ولا للعب. التكاثر يريد أن يكثر الأموال أو الأولاد أو ما يتعلق اليوم ببعض الأجهزة والسيارات واللباس، لكن هذه الأشياء ألهته عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ألهاكم التكاثر، وأخذ يشتغل بهذه الدنيا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعس من التعاسة والشقاء، تعس وانتكس. تعس من عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد الخميصة وعبد الخميلة، شغل الشاغل وكل ما يعني يهم هذا الرجل أنه يجمع المال أو يحسن الحال، حتى وإن كان هذا يؤدي إلى ضياع العبادات، ترك الصلوات المفروضة وغير هذا. ونحن نتكلم عن الفرائض لا نتكلم عن النوافل. ألهاكم التكاثر، متى ينتبه؟ ينتبه عندما قال حتى، يعني إلى أن زرتم المقابر، يموت. فالآن انتقل إلى، قلنا، أول منزل من منازل الآخرة، وهذا اليوم الرابع من أيام الإنسان. حتى زرتم المقابر، قال أعرابي ليس الزائر بمقيم. زرتم المقابر، هذا فيه دليل على البعث والنشور، لأن الزائر لا يمكن أن يبقى عندك، لابد من الرحيل. الآن يتنبه هنا في الدنيا، أخذ يجمع 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 يكثر، وهذا الأمر ألهاه عن ذكر الله. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله أنه إذا كان هناك أشياء تلهيك عن ذكر الله يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة، يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة. واستدلوا بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم وحرق مسجد ضرار. هدم وحرق هذا المسجد فيه إتلاف للمال، لكن لمصلحة راجحة، حتى لا يتذكر الناس هذا المسجد الذي أسس على الكفر والإرصاد والمحاربة والتفريق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق رحل الغال، يعني من يأخذ بغير من الغنيمة بغير حق أو قبل أن تقسم، ماذا نصنع؟ يحرق متاعه. وحرق المال إتلاف للمال، لكن لمصلحة راجحة. كل ما يلهيك عن الله يا أخي تخلص منه، خلقت حتى تكون عابد لله سبحانه وتعالى. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن يكون رزق النبي صلى الله عليه وسلم كفاف، لا فقر ولا غنى، وسط. كذلك يعني يقول بعض العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى إذا يسر لك باب من أبواب الطاعة إلزم هذا الباب، فهذا الباب هو باب الجنة لك. بعض الناس فتح الله عليهم في قيام الليل، وبعض الناس في الصيام، وبعض الناس في الإنفاق، وبعض الناس في التعليم، وبعض الناس في الإمامة، وبعض الناس في قراءة القرآن. فماذا يصنع؟ يحافظ على هذا الباب. إن استطاع أن يجمع هذا الباب مع باب آخر فهذا مطلوب، وإن لم يستطع يلزم هذا الباب.
فلعل هذا الباب يكون سبب لدخول الجنة. وينادى أناس من باب الريان، نعم باب الصيام، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الآن لا ينفع، وتنبه الآن بعد فوات الأوان. كلا يعني حقا سوف تعلمون. تعلمون ماذا؟ تعلمون أن هذه الدنيا دار للعمل، وأن الدنيا فانية والآخرة هي الباقية، وأن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد وهديناه النجدين. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. تقدم معنا أن العلم على ثلاث درجات: علم يقين، وعين يقين، وحق يقين. علم يقين الإيمان، الآن نؤمن بوجود الجنة والنار. يوم القيامة يتحول هذا العلم اليقين إلى عين يقين، ترى الجنة والنار، نعم. ثم بدخول الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله يكون هذا حق يقين. ثم لا ترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء، وسائلك الله سبحانه وتعالى عنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى لعبده يوم القيامة: ألم أسقك الماء البارد؟ من النعم أنك تجد الماء البارد، وبخاصة في فصل الصيف. أكل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر وعمر، وبعد أن شبعوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فكل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك فهي ابتلاء، تحتاج إلى شكر بالقلب واللسان والجوارح. إذن هذه السورة فيها التحذير من الانشغال بالدنيا عن الآخرة، وطلب الزيادة. ومتى ينتبه؟ ينتبه إذا أدخل إلى قبره ولا ينفع الآن العمل. ثم أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن العبد سيسأل عن كل النعم، والنعمة ابتلاء تحتاج إلى تعلق قبل أن تأتي، وبعد أن تأتي تحتاج إلى شكر.